ثلاث كروت الوان مختلفه عشان يبقى سباقك صحيح. اللي ما معهاش ثلاث كروت وهتوصل خط البدايه خط النهايه السباق بتاعها باطل او خاطئ. خلاص كده؟ النقطة النهائية موجودة هناك عند المظلة، هتاخد منك الثلاث كروت وتسجل لك اسمك وكليتك والفرقة والمركز اللي أنت حصلت عليه، وتستني في المظلة هناك مستريحة شوية عشان النبض بتاعك يستقر. دليل إرشادي بس. أنت عايز تتحرك قبل إشارة الفجر، أول ما تسمع فرقة المسجل استاذ كمال، استاذ كمال يلا نسمع صوت المسدس منك. على بركه الله نبدا سباق استراد الضاحيه للطالبات 2013.